صارت فعطة بدك تفهم الفعطة خلينا يا اخوان المهم صارت هذا بتبنى مذكر متبنينا مذكر رفع الاسعار الملقي يوم الخميس واحنا ما بندري وين التشاركيه لازم نقول لنا ابن الكلب بدك تفهم هذه راح سوى صفحه موقع لحاله لدعم النقدي للخبز وما بندري كانه تحليل حاصل انه رفعنا الدعم عن الخبز كرامه للمجلس ما في كيف انت بتروح وكانه تحصيل حاصل رفعنا الدعم عن الخبز ما رفعنا بعدنا اصبر ليك شهر على قلب خرجها صح على قلب بقول لك مو انه والله برفع راح فتحها ما بدري وشو يلا اللي بيستحق الدعم يكتب كانه تحصيل حاصل بدك تفهم انت قدام مرحله احنا الساعة الجدل ما هو نسولف سولاف منتهين انتهت لا السولاف ما حكينا كلمتين يعني فوق ما حكينا اختصرنا وخلاص استقالة في المجلس قبلوها اوكي قبلوها شرف لي افهم على بتكون سابقة تاريخية أو أصلا سابقة انه تعرض على الجدول صحيح ضرب علي خليل خميس خليل عطي وقلنا يا صداق اخوي الساعة وده يدرجها وهذا زي النار في الهشيم يعني محرق ودك تفهم انه في مأزق المجلس انت ما تدري اصول سالفه يشتغلوا يا اخي يشتغلوا شرف لي اطلع يعني ما في مشكله بدك تفهم انا ما بزايد وانت تعرف عارفين صح لا والله عارفين يعني افلام اسوي ما افلام هذا من القلب هاي سامر بدوروا علي اليوم ست ايام درايب يا اخوان فاض منهم تعرف ليه عشان ما اخضع لضغط فاهم كيف؟ فضيت من النواب والله امبارح مدحم يا صداح رد علي بس مدحم رئيس كتله من كم اسبوع صداح رد قلنا نجيك للرياضي وفلان وفلان وعلنتان اجى مصلحتات علي في الليل يا صداح نجيك كلياتنا ناخذ قاطر قلت لا يا مصلح انا قدام الطرق انا قدام الشعب الاردني اعلنت استقالتي افلام انا ما نفع افلام ما انا فاضي للافلام فانت بدك تفهم اني انا صادق وجاد وكذا حطيته قدامهم وهي بدك تفهمني لك اللي احرجناهم انه يا سيدي العزيز اول شغله انه قوه المواطن الاردني انا بدافع عن قوه انا لا ودي اصلاح ولا عمر طارت في اصلاح ولا عمر الزواني طارت من يوم ما فتك هذا مطالبي هذيك النار زايد علي ايام هند وما هند جاي و... يا هذا واحده رسمت حاط ودك تفهم شغله انا يا عموم اعيش من يوم ما فتت وسقفي عادي لا انا نقابي ولا انا حزبي ولا شيء عفويتي بتصرف وكذا وكذا والله من راسي بس من حرصي بشوف اشي اخر مره اخذنا عليه معينه طول الميكروفون اخوان انا محارب ما بنعطى ميكروفون اخوان ودك تفهم شغله ومطاردين يا اخوان انا وايه اللي مطاردين فانت بدك تفهم شغله ندفع ثمن عشان الشعب الاردني والله انه ما في جدوى من جوا لا انا بسجل للكرك للاردن الموقف يعني وقفنا انا ما بزايد عقود المواطنين الاردنيين لا بالعكس لازم يشجعون والله سداح زي ما قال سامي قبل شوي عمي اذا والله قبلوها شرف لك روح الدار بالعكس ولا يا عمي روح تراجع عنها السامي اما تراجع عنها لا خليها موجوده عرفت خليها موجوده وانتهى الكلام احنا وين نجادل يوم الاحد بين معانا ايا كانت النتيجه خلي قلوبك صامته قول سداح سويت الصح انتهى الموضوع شو مكان نائب سابق نائب سابق شو فايدته والله ما جرى المهم بدك تدفع ما صار مليون الف نائب شو بس اذا ارتفضت الاستقاله خلاص ولا نكبرها بس عليكم هذا عمي ضل كل يوم ولا شو اسمه لا بس احنا الساعه والله بصير مهزل الشباب يا ابو راي قلت المجلس ابو راي الشباب ما بدهم يعني غايب اللقاء والحديث والكلام يحكي انه رساله تصل انه كشعب وكمواطنين لا يرغبون منكم والله الرساله احنا كشعب في ظهر الدكتور صداح مش في ظهره الدكتور صداح على الموت الرساله واصله زمان الدكتور صداح هو عارف انه احنا كلياتنا قدامه
والكل كل شباب الحباش مع الدكتور صدام. كل شباب الكرك. ماشي الكرك ويوسف.